كل رسالة لكل إنسان على وجه الأرض. إذا تنتظر من الناس أن يبرئوا ساحتك فستبقى جاهلا، وإذا تنتظر من الناس أن يدافعوا عنك فأنت أجهل من جاهل. يوسف عليه السلام لطخوه في عرضه ولم يبرئه إلا الله بالرؤية، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ومريم عليه السلام لطخوها في عرضها ولم يبرئها إلا الله. وعائشة لطخت في عرضها ولم يبرئها إلا الله. وموسى أوذي فلم يبرئه إلا الله. وعيسى أوذي لم يبرئه إلا الله. الله فقط يبرئ الساحة ليس البشر، البشر ما تبرئ أحد، بالعكس يجعل الناس تتكلم وعند الديان يدون. وش تري أحلى شيء تدخلين الجنة حساب الناس؟ والله شو تصور ناس تطعنك وتسب وكذا، وأخشى أن تأتي أنت لا قيام ليل ولا صيام نوافل ولا شيء، تأتي أنت في الفردوس ليه؟ ناس تسبك.